أما هلأ حنروح لنضوي على الدور الكبير في رعاية أبناء وبنات الشهداء وتعويضهم قدر الإمكان على الشيء اللي فقدوه بغياب أهليهم بغياب الأب. اليوم رح نحكي عن هي القيم، قيم الاعتزاز بتضحية آبائهم، واليوم رح نضوي على هي الفكرة مع ضيفتنا لليوم وهي المربية الفاضلة لورا محرز، وحضرتها مربية بمدرسة بنات الشهداء في المنسى. أسعد صباحك ست لورا، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا فيكم يا أهلا. صباحك، أهلا وسهلا فيك. بداية خلينا نحكي عن دورك بمدرسة أبناء الشهداء. بداية الرحمة لشهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا، والشكر الكبير للراعي الأول لأبناء وبنات الشهداء السيدة الرئيس بشار الأسد. دوري أنا في مدرسة بنات الشهداء، أنا مربية وأم ومعلمة بآن واحد. دورنا ببلش فترة معينة، هو من الوحدة للسبعة، له طبيعة خاصة ورمزية خاصة كونك عم تتعاملي مع بنات فقدوا آبائهم بالحرب اللي قامت على سوريا، ومنهم فقدوا أمهاتهم وفقدوا الرعاية الكاملة. فنحن هون أمهات معلمات مربيات عم نقدم لهم منعوضهم شيء فقدوه، وإن شاء الله نكون عم نقدر نعوضهم هذا الشيء. أولا بنستلمهم من المدرسة الصباحية من الوحدة للساعة 7، بتنقسم لفترتين من الوحدة للثلاثة، منتابعهم على المطعم، منرافقهم بعدين على بيت الطالبات واللي هو منامتهم، بيستريحوا فيها، بيقضوا حاجاتهم، بيتسلوا، منرافقهم الأنشطة إذا عندهم نشاطات ثقافية، إذا كان في حالات مرضية منرافقهم منتابعهم صحيا. عندنا كوادر صحية الحمد لله متميزة، كوادر إرشادية كمان متميزة، منتابعهم بمراحلهم كلياتها بشو بحاجة هن، نحن بنحاول نقدم لهم اياه. بعدين بتبلش الفترة الثانية لأنه من الثلاثة للسبعة واللي هي فترة مطالعة لهم، هذا الوقت مقدس بالنسبة لنا كمان، انت بتتابعيهم دراسيا، فانت بدك تحاولي يكون عم تقدمي لهم شيء عم هنهم بحاجة له، ان كان متابعة دراسي، مذاكرات، شو عندهم وظائف، بتحضريهم لليوم الثاني. طبعا في دفتر مراسلات خاص بيننا وبين الفترة الصباحية، نحن بنشوف شو اخذين الصبح ومنتابع، نحن خلية متكاملة منتابع شو عندهم، بالاضافة نحن من نسجل شو أخذنا وشو عطينا وشو تابعنا دراسيا لإلهم. بيجي بعدنا الإشراف الليلي، هو بكفي بعدنا، هذا الدفتر هو شيء مشترك بيننا وبينهم، تكتبوا ملاحظات، نكتب شو أخذوا الطالبات، شو قدمنا لهم، شو سمعنا لهم، شو أخذوا دروس، حضرنا لهم مذاكراتهم، جهزنا لهم أمورهم كلها مشان الفترة المسائية هنون يكفوا بعدنا. هاي الناحية التعليمية والدراسية، ولكن اليوم نحن أيضا في عنا ناحية تربوية، في مبادئ، في قيم، مفروض اليوم حضرتكم أكيد عم تشتغلوا أكيد عليها لتعزيزها بنفوس الطالبات. طبعا. ونحن اليوم عم نتعامل مع فئات عمرية، نحن مو محددين، نحن لعمر صف البكالوريا يعني. طبعا. وكل فئة تختلف عن الفئة الأخرى. بداية أنت بدك تراعي كل طالبة، يعني أنت عم تعيشي مع حالات مختلفة. نعم. بدك تراعيهم إن كان نفسيا، ممكن البنت تكون متضايقة، ممكن تكون البنت مزعوجة متخانقة مع رفيقتها، فأنت هون دورك كأم وموجهة ومربية بدك تستوعبيها قدر الإمكان لهيدي الطالبة، وبدك ترشديها وبدك توجهيها، بالإضافة إلى أنه بدك تزرعي جواتها شيء أنه أنت صحيح خسرتي أبوكي الله يرحمه، نحن رح نحاول نقدم لك قدر ما فينا ولو جزء بسيط نعوضك عن هذا الشيء اللي فقدتي. عم نعلمك على حب الوطن، الاعتماد على الذات، المسؤولية، انه انت في حال طلعتي وتخرجتي من مدارس بنات الشهداء انت قادرة تكوني قوية برا وتواجه المجتمع برا، وتكوني قادرة تبني حياتك برا المدرسة، تعتمدي على حالك. اليوم يمكن في بتختلف الصعوبة بالتعامل مع هدول الأبناء أو الطلاب اليوم حسب المراحل العمرية، يمكن الأعمار يمكن ما بين الصف التاسع العاشر، هدول الأعمار يمكن أصعب الأعمار، هدول سن المراهقة، كيف بيتم التعامل معهم؟ بدنا نستوعبهم دائما، بدنا نسمع لهم. طبعا هي بتعتبرك ام، فهي بتعطيك سرك، يعني انت بدك تحفظي لها هذا السر وترشديها وتوجهيها بنفس الوقت، يعني بس حست البنت بالثقه وبالامان فهذا الشيء نحن عم نزرعه دائما بيناتنا لحتى نقدر نكون على تماس معهم ودائما متواصلين معهم.
اليوم دراسيا علميا ضوينا مع حضرتك ومع ضيوفنا بصباحنا لليوم، ولكن اليوم النشاط ايضا مهم لبنات الشهداء. اليوم اكيد في نواحي عم تشتغلوا عليها لتنموها، ان كان ابداعيا ان كان ثقافيا حتى. يعني خلينا نحكي، نتخيل معك هيك يوم ثقافي، نشاطات انتم مشاركين مع البنات ضمن المدرسه. رياضه، رقص، بنحضر معهم مسرح، بنفوتهم على المسرح طبعا، بنسمعهم اغاني، احيانا بيكونوا مالي بننزلهم على المسرح بنسمعهم اغاني، بينبسطوا بيرقصوا بيغنوا، بنرافقهم على الحديقه، بناخذهم احيانا في رحلات برا المدرسه بتقوم فيها اداره المدرسه كمان بنرافقهم فيها، فبنكون بهيدي النشاطات بنتابعها كلياتها معهم. بالنسبة للأعمار الصغيرة، مراحل الابتدائية يمكن أو البدايات دخول الطفل للمدرسة، حضرتك كمربية يمكن في كتير صعوبة بتكون بالنسبة لإلك ولا أيضا هذا الطفل، كيف يتم التعامل معه لحتى يتأقلم على هذا الشيء؟ بيكون فاقد شيء هو أمه بداية، فهو بيجينا أول يوم ممكن يبكي يعيط بدي أمي بدي أمي، فنحن بنحتضنه. للأمانة أنا أمك، شو بدك؟ قلي شو بدك؟ ناقصك شي حبيبي؟ بدك شي حبيبي؟ بدنا نحاول دائما نمشي معه مثل ما عم نمشي مع اولادنا. ماما بدك شي؟ ناقصك شي؟ قلي شو بدك؟ بجيب لك بسكوتي، هيدا العمر الصغير، شو بدك؟ نحن جاهزين لحتى يتأقلم على هذا الجو وينطلق معنا، تعلم علينا. وبعد ما يتأقلموا ويتعودوا، يمكن الأطفال اللي بيطلعوا زيارات خارج المدرسة وبيرجعوا بيشتاقوا لكم. طبعا تعودوا عليكم طبعا يعني. ياخذونا بالأحضان للأمانة. حتى لو شافونا صدفة برا بتلاقيها كيفك أمسي؟ اشتقنا لك، أو بيحضنونا. فالحمد لله قدرنا نزرع هذا الحب جواتهم ونعوضهم لو جزء بسيط فقدوا. طيب اليوم في ثقة طبعا بينك وبين هدول الأطفال طبعًا. اليوم حضرتك كمربية لك دور جدا مهم توجيهيا تربويا تعليميا ثقافيا، واليوم التربية يعني حضرتكم عم تاخذوا دور الأهل أكيد. حتى لو كان لساعات يعني طبعًا. كيف قادر اليوم تزرعي هي الثقة مع أطفال؟ كل حدا له نفسية، كل حدا له مشاكله، كل حدا له حالة الفقدان يمكن عملت له صدمة أو خليته يمرق بمرحلة نفسية ما. رح أعطيكي مثال بسيط. تفضلي. ممكن تجي لعند البنت أنسي أنا اليوم تخانقت أنا ورفيقتي، فيك تصالحيني معه؟ بس ما بدي حدا يعرف، حتى الإدارة ما بدي تعرف، فأنا بشتغل على هذا الشيء. بجيبهم، أنتوا رفقات، أنتوا أخوات، ما حدا راح يعرف أكيد. فهيدي الثقة مجرد من عمل صغير او مثال بسيط انت زرعتي جوات الثقه لهيدي الطالبه، صارت تعتمد عليك وتوثق فيكي، صرت امان بالنسبه لإلها. اكيد كمان هذا الدور الكبير يمكن تعويضهم انه هن اليوم هون اسره واحده، كلهم موجودين هون اخوه، تعودوا على بعضهم بهاي طبعا بيشتاقوا لبعض. يعني وحده منهم مثلا ضلت فتره غايبه انه حاله صحيا انه مرضيا انه تعبانه، بيشتاقوا لها بدقوا لها بيطمنوا عليها، فزرعنا جواتهم هذا الحب، حبوا بعض، انتم اخوات يعني، انتوا برا شيء بس هون انتوا اخوات، حبوا بعض قد ما فيكم، قدموا لبعض قد ما فيكم. طب اليوم ست لور، هذا الطفل او الصبيه اليوم ايضا بحاجه ليعرف شو يعني مسؤوليه، شو يعني انا اليوم قعد بمشكله انا اقدر واجهها. واليوم حضرتك ذكرتي انه مهمتكم تزرعوا الثقه بنفوس هدول الاطفال يقدروا يواجهوا الخارج. يعني هل في اليوم هيك خلينا نقول اسلوب او شيء، اليوم وقعت بنت بمشكله او عندها مشكله تخلوها انه هي تحل مشكلتها بحالها، بتعودوها انه اليوم انت مفروض يكون عندك ثقه بنفسك اكثر، تحلي مشاكلك لحالك تحت اشرافنا اكيد يعني. طبعا طبعا تجي لعنا بقول لها انت شو تصرفتي؟ شو عملتي؟ شو عملتي بهيدا الموقف؟ بتحكي لي، في حال كان موقفها صحيح الا برافو عليك قدرت تخطيت المشكله. حلو. ما قدرتي؟ نحن موجودين، نحن منتابعك. ما قدرت؟ أنا في الإدارة. نجي لعند الماما لميس بنسألها، مستشيرة. يعني أنت حاولي أنت تحلي هذا الموقف اللي وقعتي فيه. صح. ونحن منتابعك. كمان هذا كمان زرعناه جواتهم. تدريجيا. يعني اليوم محاولة بعد محاولة يمكن البنات تعلموا. بصيروا أدى يعني. أدى إيه؟ يمكن بمرحلة المراهقة كثير من البنات بيمروا بتقلبات نفسية، أو في منهم بيمروا بمرحلة الغموض اللي هنن ما بيحكوا، حتى لو كانت هذا الشيء بالمنزل الأم موجودة ما بيحكوا، بيكون في نوع من الغموض. يمكن حضرتك بتعرفي أنه هي البنت أو أنه عم يعمل هذا الشيء، لكن أنت ما بدك إياه هو يحكي لك أو هي البنت تحكي لك، كيف بتتعاملي بهي الناحية؟ بتعامل مع أنا بشوفها من زوية لحالة، أو بشوفها مثلا عم تبكي او قاعده لحالها، او اخذ وحده من رفقاتها عم تحكي لها، بحاول اتقرب منها،
اول مره ممكن تصدني ما بدها يعني ممكن ما بدها حدا يعرف خاصه اذا كان في مشكله بينها انه ما انا حابه تحكي مره وتنتين ثلاثه واحيانا ممكن خمسه ممكن لتاني يوم بس اخر شيء بترجع لي تعرف انه انا ما الي غيرك مثل بتقلي انت بتحبيني بعرف انك بتحبيني فبتيجي لعندي وبتحكي هيدي الطالب قد اليوم قدرتي توصلي مشاعر الحب لإلون لانه يعني كلمتها بتكفي انه انت بتحبيني انت اليوم ملجئي يعني انت عطيتي واليوم عم تحصلي ست لورا اكيد فيني اقول لك 99% وصلنا لهيدي المرحله الحمد لله لك بالمدرسه 2015 ان شاء الله هيك بالنجاح والتوفيق بمهمتك اكيد الله يسلمك يا رب يمكن مهمتك صعبه ودورك صعب بس يمكن هذا الشيء لما عم تعطيه بحب ولما عم بتشوفي هذا الشيء اللي عم تزرعي فيهم فعلا قدامك عم تفرحي فيه كثير اليوم يمكن بمراحل العمريه المبكره في المراحل خلينا نقول وقت الولد بده يتعود ينام بعيد عن اهله قديش هي مرحلة صعبة كيف بتتعاملي معهم بهذا الوقت؟ أنا أول ما تعينت كنت بتاع المرحلة الروضة كان عندي طلاب صف ثاني صبيان كانت كتير فترة صعبة وحلوة بنفس الوقت كنت أتعامل معهم كان ينام على إيدي معي بنفس التخت كنا ننيمهم جنبنا حتى يقدر يحس بالأمان الموجود طب اليوم خلينا هيك نعرف رسالتك لليوم رسالتك بعيد الشهداء رسالتك لأبناء الشهداء حتى بتوجه لبناتي من منطقة السنة بقول لهم إن شاء الله نكون قدمنا جزء بسيط من الرعاية والاهتمام ونكون وصلناكم ورح نوصلكم لبر الأمان وكل الشكر للأم سيادة اللواء لميس رجب لأنها هي الراعي والمحتضنة والمربية بنفس الوقت لكل شيء عم تقدم لهم إياه لبناتنا وأبناء الشهداء يعطيكم ألف عافية الله يعافيك يا رب شكرا لكل شيء عم تقدموه اليوم مهمة إنسانية تربوية ثقافية مثل ما خبرت حضرتك بس أنتوا قد اليوم شكرا لكل الكادر الموجود بمدرسة بنات الشهداء بالمسيح الله يسلمك شكرا يعطيك ألف عافية وأكيد بنتمنى التوفيق لهدول الطلاب أبناء الشهداء لحتى يكونوا فعلا زرعتوا فيهم هي الثمرة لحتى يكونوا فعلا أشخاص فاعلين بالمجتمع وحققوا النجاحات اللي بدهم إياها وتعويض لو جزء بسيط عن الشيء اللي فقدوه شكرا لك شكرا لكم شكرا لك